فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بتشهد عرض مسرحية الشهرة. المسرحية دي بتنتمي لنوعية الموسيقى أو المسرحيات الغنائية الرومانسية الكوميدية، وبيشارك فيها مجموعة من النجوم الشباب، وهتتعرض في الفترة من الأول لحد الثالث من أغسطس. العمل الفني بيتناول قصة مجموعة من الشباب الموهوبين ورحلة صعودهم إلى عالم النجومية، واللي بيحصل خلال الرحلة دي من صراعات ومواجهات وتحديات حتى تتحقق أحلامهم في النهاية. للمزيد عن المسرحية والعرض المسرحي معانا على التليفون المخرج والمؤلف خالد جلال، برحب بيك. أهلا وسهلا. أهلا. عايزين نتكلم بداية عن فكرة عرض المسرحية واللي بتنتمي لنوعية غنائية رومانسية كوميدية في مهرجان زي مهرجان العالمين. العرض هو عرض ضخم غنائي واستعراضي وكوميدي، وبيتحدث عن الشباب الحالمين بالشهرة يعني. وهو يعني في مجموعة كبيرة من الشباب الموهوب، أكتر من 50 شاب وفتاة، وعدد كبير من الراقصين في يعني في صورة يعني ضخمة، عامل لها الألحان بتاعتها أحمد طارق يحيى، والملابس بتاعتها عاملها نيدين رأفت، والديكور والإضاءة عاملها عمرو عبد الله، والكلمات لمحمود المليجي، وايضا التنفيذ لعلا فهمي. يعني قصدي فريق العمل اللي معاهم هو فريق ضخم ومهم. والاستعراضات لخديجه العركان، ودي يعني واحده من اهم المصممات حاليا. يعني انا اعتقد انه عرض هيكون يعني ضخم وكبير ومبهر في نفس الوقت. ويا رب يعني الشباب دول يجدوا يعني تجاوب كبير من الجمهور في العالمين. طيب لو بنتكلم عن التنوع في العرض، الحقيقه احنا بنتكلم ان في غنى واحداث، ازاي ده بيلائم مهرجان زي مهرجان العالمين وممكن كمان يجذب فئات عمريه مختلفه، خاصه ان الناس اكيد بتحب النوع ده من العروض في الاماكن زي ما بنقول المصايف وغيرها. هو العرض كوميدي، والعرض فيه ابهار على مستوى الاستعراض والاغاني. طبعا معروف ان احمد طارق يحيى هو ما فيش اغنيه حاليا ترند في مصر مش ملحنها احمد طارق يحيى. يعني فاحمد طارق يحيى هو دافع كبير جدا للاولاد، هم حابين جدا الاغاني اللي هو عاملها في العرض. الاستعراضات مبهره جدا اللي عاملاها خديجه العركان، ملابس نيدين رأفت من اهم مصممات الملابس في الوطن العربي مش بس في مصر. فقصدي يعني الفريق القوي اللي بيقدم العرض ده هيعمل حاله من حالات الابهار، واعتقد انه هيجذب جدا الشباب وهيجذب جدا الاسره، لان هو في الواقع العرض هتلاقي كل واحد من المتفرجين هيلاقي نفسه جوه فكره العرض، وهي فكره البحث عن النجاح والبحث عن انك انت تحقق طموحاتك وتحقق احلامك، وازاي ان ده وراه جهد، ويعني ما بيجيش بالضربه حظ، انما هو وراه جهد كبير وتعب كبير. يعني اعتقد انه ملائم جدا للعالمين، كمان لان هو غنائي ولان هو استعراضي، وده يعني اعتقد ان ده النوع اللي يجب ان يكون هناك علشان المتفرجين اللي موجودين في العالمين. هل العرض ده اول مره بيتعرض من خلال مهرجان العالمين ولا اتعرض قبل كده؟ هو العرض من انتاج شركه دي اس، وهو ده اول مره يتعمل، ده جديد. يعني هو افتتاحه في العالمين. يعني الافتتاح بتاعه في العالمين يوم 1 و2 و3 أغسطس، ده الافتتاح بتاعه. أنا بشكرك شكرا جزيلا المخرج والمؤلف خالد جلال، شكرا على انضمامك لنا في البرنامج، ولسه متواصلين معاكم ونتابع معاكم الحلقة بعد الفاصل.